عشان عايز بعد الماتش اقول لكم ان انا بشرت الجد بشكر كل واحد فيكم بشكر كل واحد فيكم انتوا والجهاز بتاعكم الموسم ده موسم صعب جدا الموسم ده موسم صعب جدا يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد مش بس اجهاد مش بس انا استاذي مش عارف اعليها الرهبان قرب شويه عشان مش عارف اعلي شيء مش بس اجهاد بدني اجهاد بدني وذهني الموسم ده اكتر موسم في يعني من بدايه من تاخير الموسم اللي فات اكتر موسم في العالم في بطولات كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بالبلوك الذهني قبل البدني كمان واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا احنا كاداره مقدرين ده جدا وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل عشان كده انا متاكد ان هو بظهركم انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت بس ده حق الجمهور عليكم اللي حصل المره اللي فاتت ولا السنه دي كده انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكوا وبالنادي الاهلي وهنا عايز اقول حاجه النادي الاهلي لما بيفقد بطولة النادي الأهلي بينطلق منها النادي الأهلي بطولات جاية كتير وعندنا بطولات كتير لازم فاهمين ده ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو بضهركم وكمان في ظروف يمكن خارجه عن ارادتكم وارادتنا وارادات كل الناس عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه كان يجب اهتمامنا يبقى زياده شويه كان يعني يجب ده خلاص بس دي الكوره احيانا مفيش توفيق دي الكوره انا يمكن برضه عايز اكرر شكر تاني ليكم وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا كل واحد فيكم زمايلكم اللي مش موجودين جهازكم الموجود انتم محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا كمان عايز اقول لكم حاجه اوعوا تنسوا يا رجاله اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتم حققت رباعيه اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتم ابطال افريقيا مرتين ورا بعض ما بتحصلش دي كتير اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتم تاخدوا مركز ثالث في العالم برونزيه العالم تاني مره دي اللي قبليكم اللي سبقكم هو ده النادي الاهلي اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر ما تنسوش ده ترفع راسك انت اهلاوي ترفع راسك انت في الاهلي لازم تبقى فخور بده زي ما الاهلي فخور بيكوا انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي بص يا رجاله انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين لان انا كنت عارف قدراتكم وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني
يسرق منكم فرحتكم. الجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي بيهتف لكم، ده ليه حق علينا اللي احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا، هو السند، وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي، هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، هو ده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي بتنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده انه عارف النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيروحوا. لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حقه. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا قصرنا معاكم، احنا قصرنا معاكم. احنا كنا عايزين فرقه زيكم، مجموعه زيكم، افراد زيكم، كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتسعه. لازم نحتفل بالعشره، لازم نحتفل بالبرونزيه، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. ما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت. عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها، لان انتوا تستحقوا ده. كل اللي انا عايز دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص انتهينا. فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده. وانتوا تقدروا تعملوا ده، المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى. نبص اللي جاي، رجع ان شاء الله قريب هنعمل حفل التكريم لحضراتكم، بس نشوف المواعيد عشان نظبط ميعاد تكون كلكم موجودين، بتوع المنتخب او الانتباهات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد فيه ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الارتباطات اللي جايه بشكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم. ما كانوش هو بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي. بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير، لان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا ده، وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعد جمهورنا بيه. الرابع يا شباب، اسمع الرابع رجع. يا رجال ان شاء الله. Thank you.